على الحجر، ولكن أنا أبدا ما عاجبني تركيبها، بس خلاص وصلت مرحلة إنه طاف. مرات الناس توصل لمرحلة إنها تمل وبس خلاص، تبي تخلص ما تبي تدقق على تفاصيل، وأنا اليوم وصلت إلى هذه المرحلة. إنه هو بيتي، فصراحة بغض النظر، لأن خلاص دن. العمالة اللي موجودة بالكويت تخليني ما بقول كلمة أكره، لأن كلمة أكره قوية شوية. المقاولات كبرها، بعد كل مشروع مقاولات أقول أنا بسكر قسم المقاولات، لأن البلد ما فيها أحد شاطر. بغض النظر عن تفاصيل، لأن خلاص ما راح أوريكم تفاصيل، لأن أنا مو راضية بالتفاصيل. هذا أكثر شيء نقدر عليه، وهذا على السلطنة قاعد يرفع لي ضغط زيادة لأنه بارد. هذا غرفة فوزاني، وهذا حمامها كله كوريين، كان خشب لبسنا كوريين لأنه يضاين أكثر ويستحمل أكثر. هذه غرفة زايدة ما أدري حتسوي فيها حاليا، غرفة ألعاب، نادي، ما أدري. هذا حمام الغرفة الزايدة، الشاور، شوفوا شلون الخلاط، أريد أكرر لكم، قريب على الباب وشاور على اليمين. الأبواب كلها من أبل، فأبواب التي جاهزة من أبل ما نخاف من الماء على أطرافها لأنها معزولة. شوفون بيبان الحمامات كلها مغبشة بجزال، عشان شوي دخلنا ضوء طبيعي بالمنطقة هذه. نصعد فوق، كله في إضاءة طبيعية بالمنطقة. دور ثاني، هني صالة مالت النانيز مع حمامهم وغرفة نومهم، وهذه غرفة الغسيل، هذه منطقة راح تكون للتخزين. هذا مغسلة عميقة، غسيل الإيد، إذا في أي شيء محتاج نغسله بالإيد يكون المغسلة هذه. أمي منطقة الغسالات، وكذا مرة وريتكم المخزن، وهني سطح يعني أشوف الدري اللي سووه عشان أطلع السطح اللي فوق. شو صار في دري هني مع مسكة ممكن الواحد يطلع فيها وهو مرتاح حق السطح، حق ستلايت، حق أي شيء. هني ممكن يصير إذا محتاجين انشر أي شيء مخفي ما يبين، وهذا سلم ثاني حق منطقة الستلايتات. ضروري حتى نفكر بكل شيء، حتى بالسطح نفكر فيه. هني ستلايت، وهني واحد ثاني. السلم مثل ما تشوفون سلم مو مثبت، ممكن نحركه ونحطه بمكان آخر مثل هالمنطقة عشان إذا بنستغل السطح هذا. شوف هذا التوانكي الماي، ما حد يشوفها من أي مكان غير التوانكي هذه. 360 قدامنا، نروح لمشي، قاعد أنزل على الدري بكل أريحية. طلعت من البيت لأن كنت يمكن راح أقتل أحد، طلعت البيت أخذ فوز عندها نادي، إن شاء الله تعدل نفسيتي. يا يغسل إيدي لأنه ضاع المنظر. ماما ما حبيبي. جماعة الخير، اللي قاعد تبني بيتها واللي قاعد يبني بيتها وقاعد يتنرفز ومو قادر يتحكم بالعمالة عادي. خلى عشان الأرض مش منصوبة مظبوط، خلينا نمشي سنة سنة على بعض. شوفوا شلت الحجر كله، مو طلعت معصبة، قوم شيلوه، وأنا ما راح أقعد بمكان مو عاجبني. كل الحجر انشال، راح ندور له حل. هذيلا حبايب قلبي، مع احترامي للجناسي كلها، ولكن ماكو على الفلبينيين بالتفاصيل. قاعدين يسوون التي في يونت، ضاعوا النظافة بالشغل، ضاعوا تكفون، ضاعوا شو يسوون، ضاع الشغل، ضاع الدقة، جروب القماش داش بالجروب.
ضاع الشغل. هذا احنا تعلوقته الممرضة من كثر ما هو دقيق نرس نسميه. قاعد اعرض عليه منصب جديد اللي هو مشرف عام على كل المشاريع، لان شخص بهالدقة راح يمثلني بكل مشاريعي. هذا رئيس النجارين عندي، قلت له اترك صير، لا تصير رئيس نجارين وتعال صير مشرف عام عندي. ما رضى، يحب بيسز. المهم هذا راح يصير الباب اللي راح يركب هني. اذن اي نيد شلبس. ها علقوا سكة باب سلايدين، لأن هني راح يصير في باب سلايدين، وبهقل الحمام في بعد باب سلايدين. في وين وصلت البيت، أنا كنت ماخذ عينات من الوزان حق البيبان. مثل ما قلت لكم أنا ما بي باب رخامة، بي باب حجر. هذا مو ذاك الزود، بس هو قاعد يحاول يقنعني فيه، يقول أحلى لما يكون أكبر. أشوف إذا ماشين مع البيت هذا. أنا مو عاجبني إنه قريب في هذا التشكر. يقول إذا كان لوحة كبير وبعيد تحسين كأنه كونكريت. شوفوا أنا أبي أركب باب بالمنطقة هذه من الوزان، وباب خارجي يعني من بر، هذا خارجي وهذا يظل خارجي، هذا الباب الداخلي. شوفوا هذيلا ثلاث اختيارات، لأن بين الكونكريت والطوفة البيضة أنا عجبني هذا أكثر واحد. صدقون اللي قاعد يقنعني فيه شكله أحلى. حط الثاني. طلعت سيارة عشان تشيل الأنقاض، نحاول مرة بالأسبوع على الأقل ننظف، بس البيت على وشك إنه يخلص.